نوفياء، مرحبا بكم في محل جلالة الديكور. أمي الحبيبة الغالية، خالتي العزيزة، خالتي مدام، جدتي الحنونة، عمتي الأنيقة. كما راكم تشوفوا هذو منظمات المطبخ. اليوم جبنا عدة موديلات وجبنا لي كوموند تاع الزبائن تاعنا. تبعوا معايا وتشوفوا الكوموند تاعها ماذا بها تجي المحل وتديها. شوفي ربي يبارك ما شاء الله. مثلا هذا تنظيم خاص كما راكم تشوفوا، هذه فيها القجورة هنا، درنا ثلاثة. هذه أخت من الأخوات قسمتها كما حبت هي. هذيك عندك فراغ هنا وفراغ هنا، وعندك هذه تتحل الفوق. هاوليك ربي يبارك ما شاء الله. هذه كوموند يعني ربي يبارك، الالوان اللون اللي بغيتو نخدمو لكم عليها. هاي لك ربي يبارك ما شاء الله. بالاضافه هذه اللي منا ربي يبارك ما شاء الله. نزيدو نروحو نشوفو اناقه اخرى. هاي لك مثلا هذه هنا بالقجوره، عندك هنا بيبان في ميزيطاج تاع وحمام يركبولهم، وعندك هذا هنا باب تطلع الفوق. يعني ربي يبارك ما شاء الله، من باب الزجاج تقدري تشوفي واش حطيتي فيها. هذه الحجم الكبير، هاي لك يعني ربي يبارك ما شاء الله. على كل حال هذه الاخت لي كوموندت هذه بوعيشه، شوفي ربي يبارك، هي وجدت وحده تاعك جات ربي يبارك ما شاء الله. هاي عندك منين تزيها، هذه منظمه للمطبخ تحطي فيها اموراتك. هذه تحيها جهه الفريجيدار ولا ها، جاتك ربي يبارك ما شاء الله. كوموند تاعك واجد، مرحبا بك تختي دي. والاخت لي كوموندات هذه، هاي لك العريضه هذه ربي يبارك ما شاء الله. شوفي ربي يبارك تهز كلش، حطي وعمري بالقجوره. عندك واحد زوج ثلاثه، وهنا شوفي ربي يبارك لي ستاج. هذه الكوموند راهي واجده ايضا. نزيدو نشوفو اناقه اخرى. تابعي معايا اخواتي مدام، هذو تاع المطبخ خزانه ربي يبارك ما شاء الله. اي حاجه حبيتي تخدميها اخواتي مدام، جيبي لنا القياسات نعطيوك السعر قبل ما نخدموك، فما انت تقرري نخدموك ولا لا. شوفي ربي يبارك ما شاء الله، هذو شوفو المطبخ، القيس اللي حبيتي نخدموك. مثلا حبيتي حاجه في الكوا، حبيتي حاجه تنظمي فيها مثلا في الدوش في المطبخ، حبيتي تحطيها مانيش عارف انا وين بلاصه، اي حاجه بغيتي تخدميها نطلعوها لك. على كل حال هذو تاع 390 مازالوا متوفرين، وبروفيشنال زيد نوفر لكم لي كولير. امهاتي الحبيبات الغاليات العزيزات، اي كوموند حبيتوا تخدموه نخدموه لكم، ما عليكم غير تجيبوا لنا القياس نخدموه لكم على حساب واش حبيتوا نتوما. نقول لكم شكرا على حسن المتابعه، انتظرنا من جديد اخر، مع السلامه.